قناة الأهلي في كل مكان، كما تابعتم معنا طبعا وقائع القرعة الخاصة بالأندية الأفريقية سواء في مسابقات دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية. وبالنسبة لنا كفريق النادي الأهلي يمكن في المجموعة الأولى مع فريق الترجي التونسي وأيضا مع كامبالا سيتي الأوغنتي وبطل سوازيلاند. معي في هذه اللحظات كابتن رياض بن نور مدير الكرة بنادي الترجي التونسي. كابتن رياض مرحب بيك. والمواجهات المتكررة الأهلي والترجي التونسي، الدربيات الكبيرة في البطولات الأفريقية، لكن تعليق حضرتك وتعليق نادي الترجي على القرعة التي أجريت هذا المساء في الاتحاد الأفريقي وفي مصر. أكيد جماهير الكرة في أفريقيا تابع بصفة معناها بأهمية لمباراة الترجي الرياضي التونسي والأهلي، اللي يعتبروا معناها من أقوى المباريات اللي نجموا نشوفوهم في الدورة هذه. ولكن الأهم من هذا الكل أنه المرور معناها هذا ماهوش دور اللي فيه المنافسة ممكن تخرج فريق من الفريقين، ماهوش معناها إقصائي الدور هذا. فنتخيل معناها أنه المهم هو المرور إلى الدور المقبل، هو ربع النهائي والمنافسة على الكاس. ثم تعرفوا التاريخ ما يخلي إلا اسم الفائز باللقب. فأكيد من الناحية الجمالية والجماهيرية المباراة باش تتبعها المشاهدين والأحباء الفريقين، خاصة معناها بشغف كما العادة. ممكن معناها سنة يكون ممكن أكثر من معناها مروا من المجموعات وتأهلوا. المباراة الأولى باش تكون في مصر. أول ضربة البداية يوم 4 مايو أو 5 أو 6 مايو هي مباراة الأهلي والترجي في مصر. أكيد المباراة الأولى باش تكون في مصر، مباراة الجماهير ديما تستناها. كالعادة إن شاء الله نشوفوا مباراة حماسية ومباراة جميلة من الطرفين.